يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا خاص بالكلام أم يصدق على غيره من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا بالفعليات، بالفعليات صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، أما صفات الذات فهي قديمة ما فيها شيء حادث، قديمة أزلية أبدية. نعم، إنما صفات الأفعال هي التي يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء وغير ذلك. نعم.